الله وبركاته. يجمعنا اللقاء بكم في ثاني انطلاقة هذا المهرجان، مهرجان وشارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، الذي أبدى اهتمامه بهذه الرياضة العربية الأصيلة وقدم هذه الشارة في شتى ميادين الدولة، 30 ميدان التي تشمل هذه الجائزة. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، نستعد في أسبوعنا الثاني مع فئة الحجايج لأبناء القبائل، حيث ننقل على حضراتكم وقائع سباق صباح هذا اليوم لفئة الحجايج من هنا من ميدان سيف العرب، أحد أفرع وأذرع ميادين نادي دبي لسباق الهجن الذي يصادف في هذا اليوم الموافق بتاريخ 16/7/2016. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، على بركة الله نبدأ بأول أشواطنا الرئيسية وشوط الأبكار، شوط الأبكار لأبناء القبائل مع المسافة المقررة بالثلاثة كيلومترات. مع هذه الانطلاقة هذا فريق العمل يحييكم بأجمل تحية من خلال الميكروفون، ومن وراء الميكروفون محدثكم سالم بالركاض العلي يتواصل معلقا على أحداث هذا الشوط، وترحيبنا بكل الأخوة الحاضرين الذين يتابعون هذا الانطلاق، ترحيبنا بكم مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم تتابعون هذه الأحداث. نرحل أيضا مع أول أشواطنا، نرحل مع أول أشواطنا لنعطيكم تفاصيل هذه الشعارات وهذه الاندفاعات. نتقدم مباشرة إلى المركز الأول ونذرحل مع قيادة أحمد بن عتيج الرميثي، من يقدم لنا قيادة بأول المراكز ليعلن وجوده في هذا المسار. فريدة تأتينا، وهادي بن سعيد بن جمهور الأحبابي من يقدم له هذا اللون الكبير، هذا الانفراد مع فريدة. أما المركز الثالث، المركز الثالث فتتواجد اللي هي طموح ظافر بن مسعود بن هادي الأحبابي، يقدم لنا طموح بالمركز الثالث. والمركز الرابع فهناك أيضا شعار له بصمة مع هذه الاندفاع على ظهر روعة، سالمير بن محمد بن سالمين الخيالي. الروعة مشاهدينا الكرام تتقدم بهذا الشعار، تتقدم بهذا العرض، تتقدم بهذا الأداء. المركز الخامس، المركز الخامس الوصول من شمردلة مطار بن عبيد بن غدي الاشتبي. المركز السادس أقول فهنا جبارة ناصر بن معيوف بن سعيد الشدي. هذه الأسماء، هذه المواجهة، هذه الشعارات، هذا التحدي، وإلا فلا. نرسل الأنظار مرة ثانية ونعود إلى المقدمة لنتابع فريدة وهي تتفرد، وهي تنفرد بالمركز الأول، تحمل شعار هادي بن سعيد بن جمهور الأحبابي، لتليها على المركز الثاني روعة السالمين بن محمد بن سالمين الخيالي. من يقدم لنا روعة وانتظروا روعة أيضا في الأمتار الأخيرة، لها بصمة واضحة، ومن خلال الشعار، ومن خلال الأسم، من خلال المختبر، من خلال هملول، تأدي العرض الممتاز المطلوب من الجانب الآخر. تتقدم شمردلة مطار بن عبيد بن غدير. أما المركز الرابع فتأتينا اللي هي قناعة سالم بن سعيد بن منانة. والمركز الخامس فإحنا تتواجد ناصية راشد بن محمد بن سيف المقعودي الفلاسي. المواجهة الكيلو المتر الأخير يا شباب يا متابعين، شوفوا فريدة وشوفوا قناعة وشوفوا
وشوفوا شوفوا ايضا تتواجد سمردله بن غدير موجود والخيالي موجود على ظهر روعه، ولكن فريده هني تتحرك تتحرك باوامر وشعار هادي بن سعيد بن جمهور الاحبابي. هني الوصول من قبل قناعه وسالم بن سعيد بن منانه من يرسل القناعه الى المواجهه. يلا يا فريده يلا يا فريده، ما تبقى الا القليل ما تبقى الا القليل. تنفرد بالمركز الاول تنفرد بالمركز الاول. يا سلام، حرك يا راعي فريده حرك يا راعي فريده، خلاص انت والناموس انت والناموس انت والناموس انت والانتصار. فريده والانتصار، فريده الناموس، فريده الخيالي بن جمهور الاحبابي. يلا يا بن جمهور، جماهيرك تشجع يريدونك تبدع، ومعنى الفوز لما تحقق ما تريده. هذه فريده هذه فريده، ولكن الخطوره بدات تطلع ايضا من المركز الثاني. فهنا قناعه سالم بن سعيد بن منانه، هل 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 يهاجم الهجمه الاخيره ولا فريده ولا فريده ولا فريده؟ فريده الناموس، فريده الافتتاح، فريده بن جمهور. يلا يا بن جمهور انت والسلام سلام سلام يا راعي فريده. هادي 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 هد هدي هادي خلاص هدي هادي هد 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 اللعب هد اللعب هد السرعه هد السرعه. وصل لخط النهايه وصل لخط النهايه. الهني هادي بن سعيد بن جمهور الاحبابي المركز الثاني اللي هي رقم 5 شمردله مطرب العبيد الغذيه. المركز الثالث فهنا قناع سالم بن سعيد بن بنانه. المركز الرابع فانا مذهله ظافر براهيم سويدا بن